الاهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم وتغطيتنا لمعسكر اعداد فريق النادي الاهلي هنا في اماره عجمان بالامارات العربيه المتحده. لاعب من لاعبي قطاع الناشئين اللي من 5 سنين دخل اختبارات قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بيحلم انه يكون موجود داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي ويرتدي القميص للنادي الاهلي. جه من المنصوره وراه حلم كبير جدا، دخل اختبارات النادي الاهلي، عدى من اختبار واثنين وثلاثه، يعني على ما انا اتذكر يعني كان موجود ساعتها في يعني لجنه الاختيار في قطاع الناشئين في النادي الاهلي كان الكابتن شريف عبد الفضيل والكابتن محمد سعد. حقق حلمه واصبح لاعب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، حلمه ابتدى يكبر وبقى لاعب داخل الفريق الاول، اتصعد مع الفريق الاول، موجود معانا في معسكر الاعداد هنا في الامارات. اسلام عبد الله، اسلام انا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. انا حكيت القصه في يعني في ثواني بسيطه، كلام اللي احنا قلناه، اسلام جاي من اختبارات قطاع الناشئين في النادي الاهلي من 5 سنين من المنصوره، امور كتير جدا ابتدت تتحقق. اسلام والله الحمد لله، انا دايما انا بحب الكره من صغري بصراحه، يعني كنت دايما في نادي المنصوره والحمد لله كنت لعيب في نادي المنصوره، قعدت 5 سنين في النادي وبعد كده قعدت سنه العب كده في مع اصحابي في الشارع وكده، وبعد كده الحمد لله كان جه اختبارات النادي الاهلي، فقلت لاخويا في اختبارات كذا كذا عندنا في المنصوره في استاد الجامعه، فاخويا بصراحه اخويا وابويا شجعوني جدا، عيلتي بصراحه شجعتني جامد والحمد لله. يعني على ما اتذكر التذكره كانت ساعتها كانت ب 50 جنيه، رحت خدت تذكره والحمد لله كرم ربنا كبير طبعا، الحمد لله عديت في 3 ولا 4 اختبارات في النادي هناك عندنا في المنصوره الاول، بعد كده قعدت شهر ولا شهرين في مدينه نصر جوه النادي دايما في اختباراته، ولحد ما ربنا كرمه وكابتن محمد سعد وكابتن شريف عبد الفضيل، وكان ساعتها رئيس قطاع الناشئين كان ساعتها كابتن فتحي مبروك على ما اتذكر، فالحمد لله كان كرم ربنا كبير ان يعني الحمد لله اكون موجود جوه النادي الاهلي من 5 6 سنين، اتعلمت حاجات ما اتعلمتهاش ولا شفتها بره، سواء بقى ازاي نبقى عيله واحده ونبقى قلب واحد كلنا على الفريق، مش مهم مصلحه شخصيه، مهم دايما الفريق، حتى ما يعني مثلا على سبيل المثال لو ترقصت ترقيصه ولا خدت كوبري عادي، اهم حاجه ان انت ترجع تجيب الكوره، و ده دايما رقم واحد عندنا ان احنا مش مهم الشكل، المهم ان احنا نكسب والمهم الشكل الجماعي، فالحمد لله بحمد ربنا على النعمه دي وان شاء الله احافظ عليها على قد ما اقدر، وحققت حلم جزء من حلم، ما اقدرش اقول حلمي، دي بدايه ان شاء الله ان انا اكون موجود مع الفريق الاول، دي حاجه كويسه جدا الحمد لله، وان شاء الله دي تكون بدايه وربنا يكرمنا ان شاء الله واكون موجود ان شاء الله على طول مع الفريق الاول. اسلام يعني احلام كتير وامور كتير جدا، لكن عايز اخد كلام مستر كولر معاك. يعني مستر كولر لما تصعدته للفريق الاول، انا عارف ان انت مش دي اول مره تتصعد فيها مع الفريق الاول، اتصعدت قبل كده، يعني قول لي اهم الكلام اللي قاله لك لمستر كولر سواء في المره الاولى او في المره الثانيه. والله الحمد لله كابتن دايما مستر كولر الدنيا يعني عادي، ما بيكلمني دايما في الحاجات الايجابيه الحمد لله، يعني ما تخافش والعب عادي، الدنيا هنا عادي كانك بتلعب تحت، بس فرق الريتم هنا اسرع وكل حاجه، وما دايما هو في ظهرنا، لو حد غلط ولا حاجه بيفهمه غلطه، لكن ما هو مش بينتقد ولا حاجه، دايما بيقول لنا ما تسمعوش للسوشيال ميديا، ما كلام ملوش لازمه، ما تركزش معاها عشان انت لعيب كوره، لازم دماغك تكون اكبر من كده، ودايما في ظهرنا وبيشجعنا على طول دايما على الحاجات الكويسه، ولو شاف حاجه في التمرين ولا حاجه بيوجهنا كويس، والحمد لله يعني في قبول والدنيا لذيذه الحمد لله، ربنا يكملها على خير. اسلام واحد من اللعيبه اللي هي الجوكر، بيلعب في اكتر من مركز، اسلام بتلعب قلب دفاع، بتلعب باك شمال، اوقات بتتوظف كجناح، لكن حاليا بتلعب كباك شمال. يعني لو دارت امور ما بينك وما بين علي معلول، انت شايف علي معلول واحد من افضل اللاعبين مش في النادي الاهلي فقط ولكن في القاره الافريقيه، ايه الامور اللي دارت بينك وبين معلول؟ النصايح اللي بيقولها لك دايما علي معلول؟ دايما والله الحمد لله كابتن علي معلول كنت حضرته كده موقف، كده كان موقف كروسات، وكنت بعمل الكروس كان دايما بيبقى قدام اللعيبه بحاجه بسيطه، فاداني نصيحه كده اللي هو السنس بتاعه، فقال لي دايما يعني بص استناهم دايما الاول يبداوا يتحركوا وبعد كده اعمل الكروس، فالحمد لله ظبطت الحته دي جامد وفرقت معايا طبعا جامد. طبعا كابتن علي معلول تاريخ، ما اقدرش طبعا ان انا اقوله في حاجه زي ديت، بس هو يعني ما شاء الله ما شاء الله، انا من وجهه نظري
افضل باك ليفت في افريقيا في التاريخ. مش انا اللي انا حضرته كابتن علي معلول بالنسبه لي في حته ثانيه يعني بصراحه، يتقارن بلاعيبه اوروبا مش لاعيبه افريقيا هنا بس، وما شاء الله ربنا يحميه يعني. اسلام، يعني المعسكر بقى، قول لي اجواء المعسكر وظروف ان العدد الكبير جدا من لاعبي النادي الاهلي في المنتخبات فرق معاكم في ان تكونوا موجودين في معسكر الاعداد، تاخدوا فرصه اكتر، اللاعبين الكبار قايمين معاكم بدور كبير جدا. طبعا والحمد لله، طبعا فرصه كرم ربنا كبير طبعا ان نطلع معسكر زي ده ويكون في الماتشات ديت والماتشات تكون متذاعه، وده حاجه كويسه وحاجه يعتبر احنا بنقول لجمهور النادي الاهلي ما تقلقوش على الناشئين وما تقلقوش على المستقبل، ان شاء الله المستقبل هيكون كله خير والدنيا تكون تمام ان شاء الله. فدي طبعا فرصه كويسه جدا من الجهاز ان هو يطلع عدد ناشئين كتير ويكون عنده الثقه فينا، ودايما الجهاز في ظهرنا، ما تخافوش انتوا عادي، انتوا 20 سنه يعتبر لعيبه درجه اولى، ما ينفعش تبقوا ناشئين لسه لحد دلوقتي، واحنا بنتعامل حتى تحت برضه احنا بنتعامل ان احنا لعيبه درجه اولى مش لعيبه ناشئين. فالحمد لله الحته ديت في النادي الاهلي، اللي جه النادي الاهلي واللي لعب في النادي الاهلي هيحس باللي انا بقوله ده، اللي هو دايما تحت، احنا في حته لوحدنا، احنا من واحنا 16 سنه احنا دايما احنا لعيبه درجه اولى مش لعيبه ناشئين لسه، من اول 16 كده احنا لعيبه درجه اولى. فده النادي الاهلي مش يعني منظومه كبيره، مش اي حد يقدر يخش ويفهم الكلام اللي انا بقوله ده، بس اللي لعب واللي عاش تجربه جوه النادي الاهلي هيفهم اللي انا بقوله. والجهاز الحمد لله الجهاز دايما في ظهرنا، اي حاجه ايجابيه بيكلمنا فيها، السلبيات بنحاول اللي هو يقولها لنا، واحنا بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نخففها ونبقى احسن نخليها ايجابيه. والحمد لله يعني ربنا يسهل الفتره الجايه ويكون ان شاء الله معسكر بدايه خير لينا كلنا مش ليا لوحدي. ودايما هنا اللعيبه بنشجع بعض، وفي لعيبه تحت كويسه جدا، ما اللي مصاب واللي ما ربنا ما كرموش المره دي ربنا يكرمه المره الجايه، واحنا جزء من منظومه كبيره. ف يعني في لعيبه كبيره تحت كتير، يعني ميدو نبيل وشرقيه ولاعيبه كتير، يعني ما شاء الله، وميدو اسامه، لعيبه كتير، انا مش عايز انسى حد، بس تحت فعلا احنا ما شاء الله، احنا 20 لاعب ولا 22 لاعب تحت، احنا كلنا درجه اولى. احنا في ناس دلوقتي الحمد لله جاي لها عروض، بس النادي مش راضي، لان النادي متمسك بينا وعارف قيمتنا. فربنا يسهل ان شاء الله ونقدر على قد ما نقدر ال 20 ولا ال 22 واحد دول يكون اكبر عدد ممكن فوق ان شاء الله الفتره الجايه كلها. اسلام، عايز اكلمك على دور الكابتن خالد بيبو معاكم. كابتن خالد بيبو كان موجود في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وكلكم اغلب العناصر عاشرته كابتن خالد وعاصرته فتره طويله داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اعتقد ان يعني ان هو موجود معاكم هنا في المعسكر مديكم امور كتير جدا ايجابيه، انا عارف ان هو دايما بيتكلم معاكم، ايه ابرز الامور اللي بيتكلم فيها معاكم دايما الكابتن خالد بيبو؟ والله كابتن خالد طبعا الحمد لله كان ليه، بصراحه انا احب اشكره لان كان ليه فضل عليا في اول مره طلعت مع مارسيل كولر. الحمد لله يعني اول فتره طلعتها كان كابتن خالد بيبو وكابتن شريف عبد الفضيل وكابتن محمد شرف، كان لهم بصراحه الفضل عليا، فاحب اشكرهم جدا على الثقه اللي كانت فيا ديت. ولما طلعنا طبعا كابتن خالد عرفنا كلنا تحت، وكان دايما كان بيكلمنا ان مفيش يعتبر نطلع فوق، احنا كلنا عيله واحده، مفيش اللي هو انا واخد جنب لوحدي، اللعيبه بتدخلنا واحده واحده في المود، وكابتن خالد دايما بيتكلم معانا ان احنا مجموعه واحده زي العيله كده، هي دي عيلتي، انا بقضي وقت مع اللعيبه هنا مع الكباتن كلهم هنا او مع الفريق اكتر ما بقضي وقت في مع عيلتي في البيت. فالحمد لله كابتن خالد بيتكلم معانا دايما ان ما دايما نخش في المود وما فيش حاجه، ولو في اي حاجه بنكلمه في اي مشاكل قابلتنا ولا حاجه بنكلمه، وهو يعتبر اخ كبير واب لينا كلنا. فالحمد لله كابتن خالد شخصيه محترمه جدا. اشكرك يا اسلام، اتمنى لك التوفيق، وان شاء الله انت واحد من اللعيبه اللي انا شايف انها هتكون رهان للنادي الاهلي وتحقق حلمك وتكون واحد من اللعيبه الموجوده في فريق الاول للنادي الاهلي. الحلم دي بدايته، لكن الحلم لسه فيه تفاصيل كتير جدا يا اسلام. ان شاء الله يا دي ان شاء الله، انا من اول السنه وانا بقول ان شاء الله، انا مش عايز ان الدوري ده يخلص كده السنه دي زي السنه اللي فاتت زي اللي قبلها زي اللي قبلها، ناخد خطوه ان شاء الله دي تكون البدايه، وربنا يسهل انا وياها ان شاء الله ان الطلعه ديت تكون دي بدايه الخير ليا ان شاء الله. على اخر كمان الدوري بتاعنا اخره في 4/2003 ان شاء الله، قبل 4 ولا بعد 4 اكون فوق ما انزلش، ده ان شاء الله الحلم اللي انا ناوي ان شاء الله احققه، فربنا يسهل. شكرك يا اسلام وبالتوفيق دايما حبيبي يا فاروق. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع اسلام عبد الله. اسلام اللي قلنا جايب احلام وطموحات من 5 سنين في النادي الاهلي في الاختبارات، واللي اصبح خلاص لاعب في النادي الاهلي واصبح حاليا موجود مع الفريق الاول هنا في معسكر الاعداد في الامارات. كلام واحد.